السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في قناتنا اجي تعلم. اليوم ان شاء الله في الفيديو ديالنا غنشوفوا الصفحه 121 من المقرر ديالنا المفيد في الرياضيات. نبداو بالتمرين الاول. طبعا تشوفوا هنا الدرس ديال المرسول القائم والاسطوانه. نبداو هنا نشوفوا لنبحث جميعا. قال نفكك الاسطوانه الشكل واحد ياك، ونلاحظ مختلف اجزائها. اذا هذه الاسطوانه الى فككها نورمالمون هي تتسمى مجسم. اذا مجسم، اذا تكوننا من بزاف ديال الاشكال. هنا هاد الاسطوانه فكنا غادي نلقاو ها هي غنقد تكون لينا من مستطيل وجوج ديال الدوائر اولا جوج الاقراص في الاخير هو هذا الشكل ديال هذه. فاش نشرها تعطينا هذه، الا نشرناها تعطينا هذه، وهذه اللي جمعناها تعطينا الاسطوانه. اذا نحدد رقم الجزء الذي يشير الى المساحه الجانبيه، هو هذا، هو 3، هذا هو المساحه الجانبيه. اذا فاش يقول لي هو احسب المساحه الجانبيه للاسطوانه قائمه، نحسب المستطيل، المساحه ديال المستطيل، عقلوا عليها. مساحه القاعدتين هي 4، هي هاد الجوج، هما قاعده دائريه وقاعده دائريه القرصين. والمساحه الكليه هي 5، هو القرصين مع المستطيل. اذا نحسب كلا من المساحه الجانبيه والمساحه الكليه، علما ان شعاع الاسطوانه 10 سنتيم وارتفاع 8 سنتيم. قبل ما ندوزو لهاد السؤال هذا، دابا فاش يعطيني هنا قال لك المساحه الكليه علما ان الاسطوانه شعاعها وارتفاعها 8، هذا هو الارتفاع، هذا هو 8، اذا هذا هو 8، اذا هذا هو 8، اذا هذا هو 8، ها هو الضلع الاول لقيناه هو 8. هذا ما تعطيوش ليا هنا، فين تلقاو التلميذ المشكل كيفاش بيلقى هذا؟ لان باش نحسب المساحه الجانبيه خصني نحسب المساحه ديال المستطيل، والمساحه ديال المستطيل هي الطول في العرض. ها العرض 8 هو الارتفاع، ولكن ما تعطيوش ليا فين تعطيو ليا مخبي فاش؟ هنا، لان هاد الدائره كنا شرحناها قبل ديجا. هاد الدائره الا حلينا هاد الخيط، هذا نورمالمون هذا خيط داير، الا حلينا تلقى الطول ديالو هو هذا. يعني باش نلقى انا هذا خصني نحسب المحيط ديال الدائره. نشوفوا الجواب ديالنا في التمرين. اذا كما قلت لكم عندي 8 هنايا، وخاصني نحل هاد الخيط ديال الدائره باش نلقى الطول. اذا عندي هنا عطاوني هنايا عندي شحال تما لقينا، عطاني 10، اذا 10 في الشعاع، اذا شحال بيكون في القطر؟ القطر كاملو القطر ديالي بيكون فيه 20، ها هي 20، وغنضربها في 3.14 بتعطيني هي 62.8. هذه بالنسبه للمحيط. عاد نجي نحسب المساحه الجانبيه اللي هي سيرفاس لاتيرال، هي الف ال، هي 8 مضروبه في 62.8 بتعطيني 502.4 سنتيمتر. السؤال الاخر، احسب المساحه الكليه. المساحه الكليه هو المستطيل زائد هذا القرص زائد هذا القرص. بدنا نحسب المساحه تاع القرص راه عرفناها، بدنا نحسب المساحه تاع القرص راه عرفناها. نحسب المساحه تاع القرص شنو هي؟ هي اغ في اغ، ها هي اغ في اغ في بي، هي 10 في 10 في 3 في 14 بتعطيني هي 314. غنضربوها في جوج، علاش غنضربوها في جوج؟ لانه انا عندي جوج ديال الاقراص عرفناها. عاد نجمع ندير 628 زائد 502.4 بتعطيني 1130.4 سنتيمتر مربع. مزيان، ندوزو للتمرين رقم واحد سابقات. انجزوا العمليه في ورقه ثم اتمم ملء الجدول. اذا هنايا عندي اسطوانه وعندي مكعب. بالنسبه للمكعب راه عندي ساهل بزاف، لان عنده وسط الاوجه، اذا الطريقه ديالو سهله. نشوفوا الحساب، عطاونا هنا انتبهوا معايا، عطوني 7 سنتيم في الارتفاع، والشعاع فيه 5، اذا الديامتر اللي هو القطر فيه 10، وهنا عطوني الضلع 6. طبعا الاضلاع كلهم ديال المكعب هو 6، طبعا اسهل واحد نحسب هو المكعب. اذا نشوفوا التمرين ديالنا، نبداو بالاسطوانه قائمه، غنحسبوا بي هو ضروري البيريمتر المحيط، هي 10 في 3.14 هي 31.4. باش نحسبوا المساحه الجانبيه سيرفاس لاتيرال، غنديروا الف ال كما قلنا، وغنديروا 7 مضروبه في 31.4 بتعطينا 213.8. هاد 7 منين جبناها؟ ها هي قلنا قبيله هي 7 باينه. اذا حسبنا المحيط القاعده وحسبنا المساحه الجانبيه، ها محيط القاعده وها المساحه الجانبيه. ندوزو المكعب. المكعب ساهل لانه عنده شحال من الاوجه؟ عنده 6، وعنده الضلع ديالو تساوي 6. اذا غندير 6 في 6 باش نحسب الوجه الاول، الكوتي في الكوتي، هي 6 في 6 هي 36، وغنضربها شحال عنده، شحال عنده من وجه بالنسبه للوجه الاوجه الجانبيه؟ عنده 4، اذا غنضربها في 4 تعطيني 144 فاصلة سنتيمتر مربع. والاوجه كلهم عنده 6، اذا غنضرب انا المساحه ديال الوجه واحد مربع واحد، وغنضربها في 6 بتعطيني 216 سنتيمتر مربع.
نزول التمرين رقم 2، ادعت وفاء ان المجسمين نفس المساحه الجانبيه. هذا بحال هذا، هل هذا صحيح؟ انجز العمليه في الطريقه اتاكد. نحسبوا حنا ديال المتوازي المستطيلات ديال المكعب، نشوفوا المساحه الجانبيه ديال المتوازي المستطيلات. نحسبوا دابا المتوازي المستطيلات عنده مشكل، عنده كل جوج متقابلين جوج الاوجه نفس القياس. اذا غنحسب جوج الاوجه الاولانيين وجوج الاوجه الثانيين وجوج الاوجه الثالثين وغنضربهم في جوج في جوج في جوج، هي سته الاوجه. شوفوا الوجه الاول اس ا، المساحه الاولى هي 1000 ال، هي 5 في 3 هي 15، وحيت كما قلنا الاوجه المتقابله عندها نفس القياس غنضربها في جوج 30، دابا هذو جوج الاوجه. المساحه الثانيه حتى هي 1000 ال 5 في 4 هي 20، غنضربها في جوج الاوجه تعطينا 40. باش تحسبوها جوج الاوجه ها جوج الاوجه ها جوج الاوجه، يعني هي سته الاوجه. المساحه الثالثه 1000 اش في جوج 3 في 4 في جوج تساوي لي 24. اذا غنجمعهم 30 زائد 40 زائد 24 هي 94. بالنسبه للمكعب كاين طريقه سهله، عندنا 3 في 3 هي 9، وطبعا المكعب عنده 6 الاوجه نفس القياس غنضربوها في 6 غتعطينا هي 54. اذا ما تيتساواش ماشي قد قد. اذا حتى هنا نكونوا كملنا الصفحه ديالنا. شكرا على الانتباه والسلام عليكم.